أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أنا من بلاد السودان مقيم بالمملكة، وأعطي أحد الإخوة السودانيين هنا مبلغا من المال بالريال السعودي ليحولها إلى أهلي في السودان بالجنيه السوداني، فهل في ذلك بأس؟ نعم، هذا فيه إشكال، لأن هذا صرف، بيع العملة بالعملة هذا صرف، والصرف لابد من التقابض في المجلس، العوض والمعوض لابد من التقابض في المجلس. فأحسن شيء أنك تشتري الجنيه السوداني من هنا، روح للسودان. نعم.